الرياضية موسعة من الميادين، أهلا بكم. حصة العرب ستكون مقعدين في نهائيات كأس العالم لكرة السلة أقله حتى الآن، وهي بضيافة الصين الصيف المقبل. آسيويا ثمة بطاقة محصورة بين منتخبي لبنان والأردن ستحسم في شباط فبراير المقبل، وأفريقيا حجز المنتخب التونسي تأشيرته إلى النهائيات بعد مشوار مميز في التصفيات، فيما بات حلم المصريين بعيد المنال. هذا في السلة الأفريقية. أما في إسبانيا، كيف تعاطت السلطات الأمنية الإسبانية مع نهائي القرن في كوبا ليبرتادورس؟ إلى العناوين. السلة التونسية تطرق أبواب المونديال للمرة الثانية في تاريخها. 4000 شرطي إسباني لتأمين نهائي كأس ليبرتادورس، وكلفة التنظيم بلغت 100 مليون يورو. كرة السلة التونسية تطرق أبواب العالمية مجددا بعد التأهل إلى العرس السلوي العالمي للمرة الثانية في تاريخها، بين تألق المنتخب الوطني وتراجع الأندية على المستوى القاري والعربي، علامات تعجب كبيرة وتساؤلات كثيرة عن أسباب التفاوت بين نتائج المنتخب والأندية. تعيش كرة السلة التونسية أفضل فتراتها هذه الأيام، 9 انتصارات من أصل 9 حققها نسور قرطاج في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقررة في الصين عام 2019. تتزعم تونس السلة العربية بعد وصولها إلى المونديال، فيما لا تزال منتخبات لبنان والأردن ومصر تنتظر المرحلتين المقبلتين من التصفيات. السلة التونسية بخير على صعيد المنتخب الوطني الذي يضم أسماء كبيرة، حيث بات يطلق على اللاعبين لقب الجيل الذهبي. صالح الماجري، عمر عبادة، مكرم بن رمضان، مايكل رول، فراس اللحياني، مختار غيازة وغيرهم من الأسماء الكبيرة يحملون آمال الشعب التونسي في مونديال كرة السلة المقبل. ويسعى المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي ماريو بالما ليقدم مستوى مميزا في المونديال، ولا سيما أن بالما نجح في مهمته وفاز في 15 مباراة رسمية على التوالي مع تونس. وتستفيد السلة التونسية من الجيل الذهبي الذي أحرز بطولة أفريقيا العام الماضي على حساب نيجيريا مقدما مستويات مميزة. وجاء تأهل تونس بعد فترة تحضيرات جيدة أمن خلالها الاتحاد التونسي جميع الوسائل المطلوبة للمنتخب والجهاز الفني، وكانت النقطة الرابحة هي إعادة لاعب دالاس مافريكس صالح الماجري إلى المنتخب. وأكد اتحاد السلة في تونس بقيادة علي البنزرتي أن الهدف المقبل سيكون تقديم مستوى مميز في بطولة العالم، وبعدها التأهل للألعاب الأولمبية. اللافت أن منتخب نسور قرطاج يقدم مستويات مميزة على عكس الأندية التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة، فعلى مدى سنوات طويلة كانت الأندية التونسية من الأفضل عربيا إلى جانب الأندية اللبنانية وأندية المغرب، لكن أخيرا تراجعت نتائج الأندية على الصعيد العربي والقاري. وكان لافتا هذا العام أيضا أن الأندية التونسية اعتذرت عن المشاركة في بطولة الأندية العربية في بيروت لأسباب غير معروفة. وللحديث أكثر عن الكرة السلة التونسية ينضم إلينا من تونس علي البنزرتي رئيس الاتحاد التونسي لكرة السلة عبر الهاتف، أما عبر الأقمار الاصطناعية فمعنا الصحفي لبيب الصغير، فأهلا وسهلا بكما. أولا أهلا. نعم اهلا وسهلا. اهلا بك سيد علي. اهلا. اولا مبروك على التاهل للمره الثانيه الى كاس العالم بعد نسخه عام 2010 في تركيا، اليوم تونس في العرس العالمي في الصين الصيف المقبل. كما ورد في التقرير استاذ علي، هناك تفاوت بين الدوري التونسي من جهه المتواضع بحسب الصحافه المحليه، وبين تالق كبير للمنتخب الوطني، والنتائج هي اكبر دلاله على ذلك. كيف تصف هذا التفاوت؟ هذا التفاوت بكل صدق هو البرمجة الصحيحة على المدى القصير وعلى المدى الطويل. تو أنت قلت كنت تعلق على غياب الفرق التونسية في كأس الحريري وفي المشاركة في لبنان ولا في البطولة العربية. في بطولة الحريري بطولة هامة برشا وشاركنا فيها ونؤمن بها لتقدم المستوى العربي. مع الأسف ونعظف الاتحاد العربي، البرمجة متاع الاتحاد العربي ما هيش
مضبوطة، ما هيش مسابقة عشوائية. اليوم الفريق التونسي خير نقوم دورة الحريري ولا دورة دبي خير من الاتحادات العربية، تشوف حتى ضعف المستوى. واحنا تعرف الفرق متاعنا اللي تشارك في البطولات هذية انضم أكثر مجموعة من اللاعبين اللي ينتميوا الفريق الوطني، حتى في البطولة الإفريقية آخر في المقابلة الأخرى للترشح وقع اجتماع الاتحاد الإفريقي، قلت لهم كفانا من التنظيم العشوائي، إذا كان احنا ما نعرفوش السنة القادمة وقتاش باش تصير البطولة الإفريقية الأندية وقتاش تصير البطولة العربية ما نجموش نشاركوا، خاطر اليوم كرة السلة في العالم قاعدة تقدم خطى ثابتة، ومن نجم احنا كعرب قدموا خطى ثابتة إلا ما تكون عندك برامج على المدى القصير وعلى المدى الطويل. ولهذا هيك علاش احنا ما شاركناش في البطولة العربية الحقيقة، واحنا قاعدين نحضروا في المنتخب. انا نقول لك المنتخب متاعنا الوطني التحضيرات متاعه الكاس العالم مقابلات متاعنا ضبطت الكل كاي، البرنامج مضبوط من هنا حتى الكاس العالم اخر شهر اوت، ما بقاش وقت للتنظيم العشوائي. نعم تحب نعم. تقدم تحب تنظر لازمك تكون تبع القافلة الكبيرة اللي قاعدة تصير بكرة السلة العالمية. طيب أستاذ علي، لماذا لا يتم التنسيق بين الاتحادين العربي والقاري؟ على سبيل المثال فتونس تقع في قارة أفريقيا، لماذا ليس هناك من تعاون وتوافق على الأجندة؟ هاو مش نقول لك ليس تعاون، لان احنا هنا حفظنا العرب، كان بارك الله فيك، شكرا يا اخ اسماعيل، شكرا يا انتصار بير. وقت تشوف ما زلنا احنا نقول لك اخر بطوله العربيه من العار، تشوف التحكيم مستوى التحكيم بسيف اللي ينظم ماذا به، هو يهز بسيف اعطيني مسؤول على التحكيم من السودان، ماذا قدمت السودان لكره السله العربيه ولا الافريقيه؟ استاذ علي، لسنا بوارد ان نتحدث عن منتخبات عربيه شقيقه، ماذا قدمت من غيرها من مستويات سواء في البطولات العربيه او القاريه. دعنا ندخل اكثر في المنتخب، في اخبار المنتخب التونسي. ورد في حديثك عن استعداد المنتخب نصور قرطاج الى مونديال 2019 في الصين، ليتك تضعنا في جو هذه التحضيرات والمعسكرات، ماذا ينتظر تشكيله منتخب تونس الأشهر المقبلة من أجل المشاركة الفاعلة في بطولة العالم؟ هو الحقيقة احنا من لاعبين المنتخب تعرف من الغدوة باش تبدأ البطولة الإفريقية الأندية البطلة، والفريقين اللي باش يشاركوا فيهم ما يقارب 9 لاعبين في المنتخب، ثم عندنا دور دبي اللي كيف اللي باش يجيو فريق ولا اثنين اللي فيه منتخب، نكملوا البطولة متاعنا والتحضيرات متاعنا تبدأ من شهر جوان، عندنا دورة كبيرة دولية في تونس، وإن شاء الله فريق اللبناني يكون مترشح ونستدعوه معنا، بتصير فيه الكاميرون، بتصير فيه الأنغولا، وبش يصير فيه زوز فرق أوروبية، ثم الانتقال متاعنا 10 أوت للصين. الصين بتصير دورة دولية قبل كأس العالم كبيرة، بتشارك فيها فرنسا، إسبانيا، كرواسيا، لاتفيا، الصين وتونس، دونك مستدعين فيها الدورة هذه. والدورة هذه الحقيقة نقول الفريق متاعنا لازم يكون يحضر لها تحضير كبير، يعني نقول لك التحضيرات متاعنا ما يقارب بين 90 يوم تحضير، ما يقارب من 12 ل 15 مقابلة تحضيرية، خاطر الهدف متاعنا هو أولا مش المشاركة بركة، الهدف متاعنا اللي نسعى من أجله الترشح للألعاب الأولمبياد، وما ترشح للألعاب الأولمبياد إلا ما تكون أحسن فريق إفريقي قدمت في الكأس العالم، خاطر اثنين الفرق الاخرين اللي باش يترشحوا يهزوا ادوار ترشيحيه مع فرق قول فرق من مستوى عالي برش، لهذا الهم تاعنا الوحيد هو الترشح للدور الثاني في الكاس العالم، لكاك النجم نتقدموا بكره السله التونسيه ونمشوا بها ضمني الالعاب طوكيو. ونحن بدورنا نتمنى كل التوفيق لمنتخب تونس في كاس العالم لكره السله. سيد علي بن زارتي رئيس الاتحاد التونسي لكره السله، شكرا جزيلا لك. أهلا بك الزميل لبيب الصغير الصحفي التونسي، نعتذر إذا كنت انتظرت لبعض الوقت، ولكن كما تحدث رئيس الاتحاد عن الاستعدادات منتخب تونس لكأس العالم في الصين 2019، برأيك سأجير لك السؤال الذي طرحته في البداية على السيد علي حول التفاوت في المستوى بين المنتخب من جهة الذي يضم عمالقة في الأسماء وبين الدورية
التونسي والأندية التونسية المتواضعة كما وصفتها الصحافة، ما رأيك؟ مرحبا بك مايك، تحية لكل مشاهدي قناة الميادين. أكيد التفاوت ممكن في الفترة الأخيرة بخصوص مردود المنتخب الوطني التونسي ونتائج المسجلة لمنتخب كرة السلة مقارنة بالأندية التونسية. واضح الأمر جلي الاستمرارية على المستوى الإداري أولا بالنسبة للمنتخب التونسي، لأن السيد علي بن زرتي وتحية ليه كان يتكلم منذ حين عن استعدادات المنتخب لمونديال الصين 2019. قلت السيد علي بن زرتي موجود على رأس الجامعة التونسية لكرة السلة منذ 2006، يعني تقريبا 12 سنة كرئيس للجامعة التونسية لكرة السلة، أكثر رئيس وأكثر مدة نيابية لرئيس على رأس هذه الجامعة. ثانيا الاستمرارية على مستوى الإطار الفني، لأنه السيد عادل التلاتي لا ننسى العمل الكبير اللي قام به المدرب التونسي عادل التلاتي من 2004 إلى 2016 كان على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، يعني 12 سنة أيضا لعادل التلاتي اللي كون النواة نتاع المنتخب الوطني التونسي. ثم جاء البرتغالي ماريو بالما، لقى فريق تقريبا حاضر، اسماء بارزه، جيل ذهبي ما ننساوش بالنسبه لكره السله التونسيه. عاده بعد مرور سنوات نجم تلقى طفره من اللاعبين المتميزين، وهذا اللي حصل بالنسبه لكره السله التونسيه اللي انتظرت سنوات طويله باش تلقى جيل فيه صالح المجري محترف في امريكا. من كان يتوقع انه لاعب تونسي في كره السله يكون موجود في اقوى البطولات العالمية الـNBA اللي هو كان صالح المجري؟ عن أسماء أيضا أصبحت محترفة في البطولات الفرنسية، أيضا مكرم رمضان كان موجود في لبنان احترف في عديد البلدان، يعني من الهواة إلى الاحتراف. أيضا هذه كانت نقلة نوعية بالنسبة للمنتخب الوطني. ولكن هذه الأسماء التي ذكرتها زميلي علي كانت موجودة أعتقد في مونديال 2010، مكرم بن رمضان وصالح أستاذ لبيب، بعد اسم علي بن زرتي في ذهني، زميلي العزيز لبيب، هذه الأسماء التي ذكرتها وهي اليوم تحترف بين أوروبا وأمريكا، سواء عمر سواء مكرم سواء صالح يحترفون بين فرنسا، حمودي نزار كني ورضوان سليمان، تقريبا نفس التشكيلة، معدل أعمار المنتخب الوطني التونسي كانت موجودة في تركيا، أغلبية الأسماء موجودة في تركيا، لأنه كما قلت لك تقريبا معدل الأعمار 30-31 سنة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ممكن مونديال الصين 2019 بتكون آخر محطة رياضية لهؤلاء اللاعبين، نهاية جيل متميز بالنسبة لكرة السلة. كما قلت بداوا تقريبا 2008-2009 وحتى النجم الرياضي الساحلي وقت اللي تحصل على أول بطولة إفريقية للأندية البطلة 2011، وقت تزامن مع حصول المنتخب الوطني التونسي على أول بطولة إفريقية للأمم وقتها جيل مكرم بن رمضان. يعني العناصر هذه هي اللي كانت موجودة في الفترة الذهبية إن صحت العبارة للمنتخب الوطني التونسي اللي توج خلالها بزوز بطولات إفريقية، تأهل للألعاب الأولمبية 2012 وزوز تأهلات للمونديال. أكيد المنتخب الوطني التونسي أكد كما قلت بسبب كل الظروف اللي توفرت له، عكس الأندية، الأندية التونسية اللي تعاني من الهواية، هذه أول حاجة. الأندية التونسية ما فيهاش فروع، فماش نوادي اختصاص كرة السلة، كرة السلة تكون فرع من الفروع إلى جانب كرة القدم وكرة اليد وبعض الرياضات الأخرى. يعني الاعتمادات المالية غالبا ما تمشي لكرة القدم، والنظر القليل يمشي لكرة السلة. بالنسبة للمنشآت الرياضية أيضا فما إشكالية القاعات الرياضية، فما إشكالية أخرى بالنسبة لعدم دخول الجماهير خاصة بعد 2011، ولا عدد قليل من الجماهير يحضر المباريات. الأمور المادية للأندية التونسية، كل هذه الظروف تجمعت باش تخلي الأندية التونسية مستواها ممكن بعيدا نوعا ما عن المستوى القاري، وأيضا فما التفاوت بينها وبين مردود المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. لبيب، بالحديث عن الجيل الذهبي طبعا هناك أسماء ضخمة كما كنا نتحدث في قبل وقت قليل، برأيك لو تطلعنا حول النظرة المستقبلية لمنتخب تونس ما بعد صيف 2019، هل من خلط أوراق من جديد؟ هل من استدعاءات جديدة لصفوف المنتخب؟
أكيد التفكير في مستقبل المنتخب الوطني التونسي بدأ منذ فترة مع تطعيم هذه العناصر ببعض العناصر الشابة اللي تحتاج أكيد إلى عديد المباريات إلى الخبرة، والأكيد وأنه مجموعة المنتخب الوطني التونسي التي ستشارك في مونديال الصين 2019 باش تكون مطعمة بلاعب أو اثنين من العناصر الشابة، ولأنه صعب جدا وأنه تونس تتحصل على نفس الجيل الذهبي اللي كنا نتحدث عليه منذ قليل واللي فاز بزوز بطولات إفريقية، تأهل للمونديال مرتين، تأهل للألعاب الأولمبية وأصبح منافس عتيد وشرس في القارة الإفريقية خاصة لمنتخب أنغولا. احنا تونس نقولوا له أنغولا الغولة يعني اللي تخوف في القارة الإفريقية، ولكن تونس تمكنت من التربع على عرش القارة الإفريقية وأصبحت دائما تقريبا موجودة في السنوات الأخيرة ضمن الثلاثي الأول أو الرباع الأول في القارة الإفريقية. ذكرنا أن الظروف الصعبة اللي تشتغل فيها الأندية التونسية حتى على مستوى، نتحدثنا على مستوى الأكابر، ولكن ماذا على تعني مستوى بس عفواً بس صعوبات كبيرة. هذه النقطة ماذا تعني رغم الصعوبات التي تعمل فيها كرة السلة التونسية؟ ما هي هذه الصعوبات؟ صعوبات أمنية، صعوبات في المنطقة، صعوبات اقتصادية تحكيمية، ما هي هذه الصعوبات؟ مايك، هي صعوبات اقتصادية أكيد، تونس تعاني اقتصاديا في السنوات الأخيرة وهذا ما انعكس على القطاع الرياضي. كرة السلة هي جزء، هي اختصاص من عديد الاختصاصات. إذا لاحظنا التخفيض في ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة في السنوات الأخيرة، وبالطبيعة التخفيض في الهيكل الأول المشرف على الرياضة في تونس، يعني التخفيض في الاعتمادات الموجهة للاتحادات المحلية للجامعات الرياضية، ومنها جامعة كرة السلة اللي حاولت توفير التربصات الخارجية مدرب من قيمة ماريو بالما، رغم التنقيص ورغم التخفيض في ميزانية الجامعة التونسية لكرة السلة لولا وجود بعض المستشفيات، لولا المجهودات الخاصة للسيد علي البنزرتي، وذاك علاش تحدثنا على التجربة الطويلة 12 سنة، يعني أصبحت عنده علاقات واسعة. السيد علي البنزرتي معروف في تونس يوفر هو والمكتب الجامعي بعض المصاريف للمنتخب الوطني التونسي، ذاك علاش ممكن منتخب تونس تألق في كرة السلة، لكن بعض الرياضات الأخرى يعني انحدار المستوى، لم نعد نشاهد منتخبات قوية. و أكبر دليل خاصة الرياضات الفردية التي أصبحت تعاني في تونس أسباب اقتصادية، أسباب مادية في المقام الأول. مايك، أنا تحدثت قلت على صنف الأكابر، لكن في صعوبات كبيرة جدا بالنسبة لمنتخبات الشبان، بالنسبة للأصناف الشابة. الأندية التونسية إذا لم تحسن التكوين ولم تجد الأرضية المناسبة لتكوين اللاعبين الشبان نظرا لعدم توفر القاعات الرياضية، المنشآت الرياضية، نظرا لعدم وجود التشجيعات بالنسبة لهؤلاء الشبان، كيف ستجد تونس في المستقبل شبان قادرين على حمل المشعل على هذا الجيل الذهبي؟ وضحت صعب الفكرة. جدا بالنسبة، دائما نتحدث عن الشق الاقتصادي والشق المادي الأهم لوصول المنتخبات إلى البطولات العالمية. أود أن أسألك من ناحية الوزارة المختصة التي توفر الأموال لهذه الاتحادات الوطنية، كيف هي هذا الميزان المادي لكرة اليد المتألقة في تونس ولكرة القدم أيضا اللعبة المتألقة في تونس؟ هل يحصلون على نسبة أعلى بكثير من كرة السلة؟ هي النسب تقريبا متقاربة، ولو أن الجامعة التونسية لكرة القدم مثلا الميزانية المرصودة لها من طرف وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى حد الآن ممكن في حدود المليار، يعني تقريبا قولوا 330 ألف أورو باش تقرب يقرب العدد لمشاهدينا الكرام. في السنوات الأخيرة فما تأخير في صرف هذه المنحة. عفوا، 330 ألف يورو لمن هذا المبلغ وأين يصرف؟ للجامعة التونسية لكرة القدم، ممكن بالنسبة لجامعة كرة السلة في حدود، إذا كان ممكن الرقم صحيح، فما في 200 ألف أورو 600 مليون تونسية، يعني تقريبا أزيد شوية في العام في السنة الواحدة، وهو بالطبيعة مبلغ قليل وقليل جدا يمنح من طرف وزارة شؤون الشباب والرياضة للجامعات الرياضية الجماعية، يعني ما فيش مبالغ كبيرة باعتبار كما قلنا الظروف الاقتصادية، باعتبار وأنه
ما الحل البديل؟ ما الحل البديل؟ مثلا حاليا منتخب تونس لكرة السلة سيتوجه إلى الصين ويحتاج إلى مبالغ كبيرة للمشاركة في بطولات ومعسكرات استعدادية وتحضيرية، من أين تأتي الأموال؟ هل من داعمين عبر شركات إعلانية على سبيل المثال؟ من أين؟ لأن مبلغ 200,000 أو أكثر قليلا هو لا شيء لعرس سلوي بامتياز، من أين سيحصل المنتخب على هذه الأموال؟ أكيد من المستشارين، من المدعمين، خاصة وأنه تألق أي منتخب وطني في تونس يلفت إليه الانتباه، باعتبار وأنه كرة السلة أصبحت رياضة مطلوبة جدا جماهيريا حتى على مستوى النقل التلفزي. نعرف إذا كان رياضة انتشرت إعلاميا فإنها تصبح قبلة للإعلانات وأيضا للمستشارين. ممكن الدعم الأساسي للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة باش يكون المستشارين في البطولات القادمة، إلى جانب بالطبيعة بعض المساعدات ممكن من الاتحاد الدولي للعبة باعتبار تطور هذه الرياضة في تونس، مع ممكن منحة خاصة، منحة تكميلية من الوزارة، من وزارة شؤون الشباب والرياضة، التي عادة في مثل هذه المناسبات تقدم الدعم للمنتخبات المتأهلة للمونديالات، كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، وحتى الرياضات الفردية. فما منح استثنائية لتدعيم الميزانية ولتدعيم التحذيرات الخاصة بهذه المنتخبات للظهور في أفضل وأحسن حلة إن شاء الله. أستاذ لبيب صغير الصحفي من تونس، شكرا جزيلا لك. خبرة إسبانيا في تنظيم وتأمين أكبر الأحداث العالمية جعلتها تستقبل نهائي كأس ليبرتادوريس بعدما اختار اتحاد أمريكا الجنوبية العاصمة مدريد لاستضافة المواجهة التاريخية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز. فما هي الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة الإسبانية بالتعاون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم؟ جندت الجهات الأمنية في العاصمة مدريد 4000 عنصر لتأمين مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، توزعوا بين الشرطة المدنية وبلدية مدريد والصليب الأحمر والأمن الخاص لكل من ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم. القيمون على الأمن في العاصمة الإسبانية سائموا من الوقوف ساعات طويلة في الشوارع في ظل درجات حرارة متدنية. اليومية الموندو نشرت تقريرا عن استياء رجال الأمن من العمل طويلا بهدف تأمين مباراة ليست محلية. اليومية نفسها نشرت معلومات عن التكاليف الباهظة لتنظيم مباراة واحدة بهذا الحجم. كل عنصر من الشرطة يأتي من خارج مدريد يحصل على بدل يومي قيمته 70 يورو، كل مروحية تحلق في الأجواء كلفتها 2000 يورو في الساعة الواحدة، وغيرها من التكاليف الباهظة. لكن كيف بدأت الخطة الأمنية لنهائي كأس ليبرتادوريس؟ ابتداء من ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد قطعت الطرق بهدف عدم احتكاك الجماهير الأرجنتينية، لذا وضعت الخطة ملعب سانتياغو برنابيو في الوسط، ومن هنا رسمت الخريطة الأمنية. مشجعو ريفر بليت احتشدوا في ساحة كوسكو، فيما جمهور بوكا انتشر في شارع رايموندو فرنانديز، أي أن مسافة كيلومترين هي الفاصل بين الجمهورين، ويتوسطهما ملعب سانتياغو برنابيو. الخطة الأمنية شملت أنفاق المترو أيضا، ولا سيما أن ملعب ريال مدريد يحتوي على محطة خاصة تحمل اسم سانتياغو برنابيو، وبإمكان الجمهور استخدامها من مدخلين. الحدث اللاتيني على الأراضي الإسبانية كلف 100 مليون يورو بحسب المتحدث باسم الحكومة المحلية، فيما الأرباح التي دخلت إلى العاصمة ناهزت 40 مليون فقط. إلى هنا نأتي إلى ختام الرياضية الموسعة، ولكن قبل الختام نذكركم مشاهدينا بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين الرياضة باللغة العربية، ولمقترحاتكم يمكنكم التواصل معنا عبر sports@almayadin.net. والمزيد من أخبار الرياضة ولمتابعة حلقاتنا يمكنكم زيارة موقعي الميادين بالعربية الميادين.net وبالإسبانية espanol.almayadin.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.